من جديد رجعنا احنا وياكم مشاهدينا لقاعة صعب ستيب المنارة للقاء الرياضي والشانفي، لكن بداية رح يكون معنا نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة استاذ رامي فواز اللي عنده شيء كثير مهم يخبركم اياه، شيء رح يحبه الجمهور اللبناني. قلت لي بس اكيد غياث، اكيد شغلة كثير مهمة بده اياها الجمهور من زمان، وهيدي كانت أولوية هذا الاتحاد اللي برأس الاستاذ بيير كيخيا. انت بتعرف الاستاذ بيير عنده أولوية كثير للمنتخبات ومشروع والبرودكت تبعه الأساسي هو المنتخب. ما بدنا نطول حكي، اوفيشال الاتحاد اللبناني للباسكتبول نجح انه ياخذ شرف استضافه بطوله كاس اسيا 2017 اللي حتصير بقابل لبنان ان شاء الله، وهيدي خبره صار نقولها لكل جمهور الباسكتبول، وبالتالي العقوبه يلي كانت محطوطه على البلد على لبنان من استضافه البطولات انشالت، مش انشالت يعني، كانت هي ب 15 نوفمبر نزلناها ل 15 اب لنقدر نستضيف هذه البطوله. فهيدي شغله كبيره ساعدكم بهالمجال يعني بالاتحاد الاسيوي. ليك اول شغله، اول شكر الاساسي بيكون تعب الاساسي كان من رئيس واعضاء الاتحاد الحالي اللي هلا 15 عضو كلف الرئيس، والرئيس طبعا بالتواصل مع امين عام الاتحاد الاسيوي استاذ هاكوب خاتشاريان اخذنا هيدي الثقه. هيدي الثقه بتولد علينا مسؤوليه كثير كبيره، هي من اهم بطوله قاريه بتصير بالباسكتبول، هي مسؤولية كتير كبيرة علينا، إن شاء الله نحن بنكون قدها، بنبيض وجه لبنان وبنرجع لبنان للمحل يلي بيسهل يكون فيه بالباسكتبول بقارة آسيا. يعني أكيد جمهور لبنان رح يكون فرح جدا إنه يواكب منتخب بلاده بأرضه هالمرة، وخاصة إنه صار عندنا ملعب كتير مهم بلبنان اللي هو مجمع النهضة، يعني عم نحكي صرنا ممكن نقدر نشوف 8000 أو 9000 يمكن. الأهم من هيك غياث، يمكن قال رئيس الاتحاد معك مطرح ما أنا قاعد من هون، نحن هيدا الشيء سعينا له، ما بس نستضيف بطولة آسيا، لا نحن هلا عم نروح لأنه منتخبنا بيستاهل يكون من المنتخبات بيوصل نهائيات البطولة. ما نوعد كثير ونحكي كثير، بس كون أكيد شغلنا الأساسي على التنظيم وأنه ننافس على هيدي البطولة، ما بس أنه ننظم هالبطولة. فبنوعد الجمهور بهذا المجال أنه نحن إن شاء الله شغلنا الأساسي حيكون لهالشغلتين، وبنبيض له وجهه بناخذ الباسكت مطرح هو بده إياها. أنا بدي أشكرك أكيد، معلومة كثير مهمة بدنا